اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن جت رسائل كتير قوي من الناس عايزه تعرف ايه موضوع التحقيق النهارده اللي تم في اتحاد الكره بخصوص يعني محمود كهربا والشكوى التي قدمت ضده في الاتحاد المصري خلال الساعات الاخيره. الموضوع ببساطه يا جماعه، لما بقى في حد بيقدم شكوى في لجنه الانضباط، اكيد لجنه الانضباط بتعمل فيما اشبه يعني بجلسه الاستماع او تحقيق عشان تعرف ردك على يعني الاتهامات المنسوبه اليك باللغه الدارجه في القضايا وفي المحاكم. احنا خلاص دلوقتي بقينا بنتكلم في الرياضه وفي الكوره اكننا بالظبط موجودين في المحاكم، محكمه جونح بقى، محكمه جنايات. للاسف يعني البعض خدنا لسكه ملهاش علاقه بالرياضه اطلاقا. ولكن النهارده كان موجود محمود كهربا وتحدث بالتاكيد في كل الاسئله اللي وجهت اليه من المستشار القانوني للاتحاد ومن خلال ايضا رئيس لجنه الانضباط اللي موجود، وكان النهارده كمان موجود المستشار محمد عثمان المحامي طبعا اللي ما كان موجود مع محمود كهربا عشان يبقى فيه رد على للاسف الموضوعات اللي اتقالت في الفتره الاخيره واللي انا طلعت واتكلمت فيها اول امبارح وقلت مفيش قضيه، مفيش موضوع، مفيش اصلا يعني حاله ممكن نتكلم فيها عشان نقول كهربا اصلا ما غلطش، مفيش حاجه حصلت اصلا يعني، لا في هتافات مسيئه ولا في كلام مسيء ولا في اي حاجه خالص. ده بالعكس، يمكن عدد من البرامج امبارح كانت بتتكلم بنفس الاطار، لو انت مش عارف بتهاجم وبتحاول تحط الكوره ومش عارف ايه، قالوا بنفس المعنى وبنفس الكلام. لكن وانتوا عارفين طبعا ظهور كهربا وتالقه في مباراه الزمالك يمكن عمل حساسيه شويه وزعل البعض لدرجه ان هو وصله لمرحله انه بقى مش عارف هو بيعمل ايه. ولكن لسه كمان في شكوى النادي الاهلي قدمها في رئيس نادي الزمالك على التصريحات اللي اتقالت بقى صوت وصوره، ما فيهاش نقاش وما فيهاش جدال والكلام كان واضح، ورئيس نادي عضو مجلس اداره هو احد عناصر اللعبه، وسبق قبل كده لاتحاد الكوره كان خد عقوبات على بعض اعضاء مجالس ادارات احد الانديه بسبب خروج عن النص. فلما نشوف ان شاء الله ايه التحقيق اللي هيتم مع المسؤول او رئيس نادي الزمالك في جلسه تحقيق يوم الاحد اللي جاي، طبقا للاخبار الوارده من اتحاد الكره ان في جلسه تحقيق ايضا مع الطرف الاخر يوم الاحد القادم، وهنعرف بعدها ان شاء الله ايه اهم القرارات اللي ممكن تتخذ من لجنه الانضباط. طيب